حضراتكم ونتكلم عن موضوع الثانويه العامه. داليا، موضوع الثانويه العامه لسه الاجواء موجوده في كل البيوت الحقيقه. صح. لسه ما خلصناش بقى موضوع انه خلاص التنسيقات خلصت، لا لسه كان في دور تاني. صح. فاكيد كلنا متابعين الفتره اللي فاتت دي ان الاجواء لسه موجوده، وان الثانويه العامه يعني والتنسيق لسه متصدرين يا جماعه المشهد. والايام اللي فاتت كان في امتحانات الدور الثاني زي ما قلنا، والطلاب في انتظار فتح باب التنسيق وده لتسجيل الرغبات. وكان في تصريح امبارح لرئيس قطاع التعليم بوزاره التعليم والمشرف على اعمال مكتب التنسيق، واكد انه لن يتم فتح تسجيل الرغبات امام طلاب الثانويه العامه الناجحين في الدور الثاني الا بعد التاكد من وجود شهادات الثانويه العامه للطلاب في المدارس. وقال ان شهاده الثانويه العامه يعني انها الرقم ليها رقم سري اللي يخلي الطلاب ان هم يدخلوا على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات على الموقع وتدوينها، وانه هيتم اتاحه تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الثانويه العامه بالدور الثاني، وده لمده 3 ايام هيكون موجود على موقع التنسيق الالكتروني وده على شبكه الانترنت، خاصه طبعا في ظل اعداد الطلاب الناجحين. وقال كمان يا جماعه ان للطلاب حق تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني، سواء بقى من خلال معامل التنسيق المتوفره في الجامعات الحكوميه وده على مستوى المحافظات، واللي طبعا يعني بتستقبل الطلاب طوال ايام المرحله من 9 الصبح ولحد الساعة 3 العصر. وكمان هيكون في إتاحة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الآلي الشخصي للطلاب الناجحين على مدار ال 24 ساعة. طبعا كل التوفيق يا رب لكل الطلاب، وخصوصا بقى داليا بتوع الدور الثاني اكيد بيبقى الموضوع عليهم تقيل. هم اكتر ناس متوتره اصلا، حاسين انه ممكن ما نلاقيش مكان هنا، ممكن ما ندخلش الجامعه، بيخافوا دي. عشان كمان الاماكن بتبقى خلصت. صح. في المرحله الاولى والمرحله الثانيه لازم يدوروا لو الكليه خلصت طب هنروح بديل ايه، هنعمل ايه. فربنا معاهم. والمدارس داخله وحاجه صعبه جدا. خليني كمان ازود على كلام نهاد ان رئيس قطاع التعليم بوزاره التعليم والمشرف على اعمال مكتب التنسيق قال كمان ان للطلاب حق تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني، سواء من خلال الحاجات اللي تابعه للجامعات الحكوميه على مستوى المحافظه واللي بتستقبل الطلاب طوال ايام المرحله من 9 الصبح لحد 3 العصر، وكمان هيكون في اتاحه تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الالي الشخصي للطلاب على مدار ال 24 ساعه. كمان هيكون بالتزامن مع فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانويه العامه الناجحين في الدور الثاني، وهيتم اتاحه تسجيل الرغبات للطلاب المستنفذين من المرحله الاولى والمرحله الثانيه وكمان طلاب المرحله الثالثه للتنسيق مره اخرى لتسجيل وتعديل رغباتهم. من حق طلاب الثانويه العامه الناجحين في الدور الثاني الاستفاده بمراحل تقليل الاختراب بنفس القواعد اللي معمول بيها في مرحله تقليل الاختراب بالنسبه للمرحله الاولى والثانيه للتنسيق، واللي اقرها المجلس الاعلى للجامعات، عشان بس ما تبقوش قلقانين وشايفين ممكن لا قدر الله برضو حد يجيله جامعه في محافظه بعيده فيقول الناس كلها خلاص خدت المكان، فلا لسه في فرصه وقت وان هم يقدروا ان هم يعملوا تقليل اغتراب، ويا رب كلهم كده يدخلوا جامعات اللي هم يا رب وينجحهم ان شاء الله. احنا حاسين بيهم جدا الحقيقه لان بتبقى فتره صعبه جدا، صعبه قوي. صح. يلا بينا نروح نقول للساده المشاهدين يا رب يا رب يا رب. هاي رانا ايوه صح.